الحقيقة موضوع فقرتنا النهاردة ضعف الانتباه والتركيز عند الأطفال. أنا عايزة أقولك أنت جيت على الجرح. صحيح، مشكلة كل أب وكل أم، ابني ما بيركز، بنتي ما بتركز، لما بند عليه ما بيردش عليا، إيه ده ما بيركز، ده جايب درجات قليلة قوي في الامتحان، ده ما بيركزش، مش مركز، ده مش مخلص كل طبقه، ده ما بيركزش، ده بيضرب أخوه، ده ما بيركزش. طب إيه علاقة كل ده يا جماعة بالتركيز؟ هو إحنا عمال على بطال كده أي فعل للطفل نقول ده ما بيركزش؟ ازاي اعرف ان ابني بيعاني من ضعف في التركيز؟ ايه العلامات اللي تظهر على ابني وهنا اقول ابني عنده مشكله في التركيز؟ بدايه سارة، منك جدا يا استاذه حنان. موضوع التركيز والانتباه عند الاطفال بيختلف حسب المرحله العمريه للطفل. تمام. بمعنى ان الطفل ما قبل ال5 سنوات بيكون الانتباه والتركيز بتاعه خاص بالادراك الحسي. ما بعد الأكاديمية أو ما بعد دخول المدرسة أو ما بعد سن 5 6 سنوات بيكون الإدراك ذهني غير الإدراك الحسي. طيب معلش، ممكن أفهم منك المعلومة دي؟ قبل 5 سنين، قبل دخول المدرسة، الانتباه أو التركيز مرتبط بالإدراك الحسي طبعاً. يعني في علامات حسية بعرف منها ابني عنده مشكلة في التركيز أكيد أو لا؟ طبعاً. إيه هي بقى العلامات دي في الطفل اللي عمره لسه ما تمش 5 سنين، عشان بس الأمهات تركز معانا في الحته دي؟ بدايه في الحواس، الحاسه الرئيسيه والحاسه الام للحواس هي حاسه السمع. الام بتلاحظها في البيت، الاب، اخواته، جميع المحيطين بالطفل، ينادوا عليه ينتبه وما ينتبهش. يشوف شيء كان بيحب يسمعه كاغنيه، كرتون، مزيكا، موسيقى، يسمعه اوقات ويتركه اوقات. ينتبه للكلام اللي انت بتقوليه، واوقات ما ينتبهش، تنادى عليه ممكن يرد عليكي مزاجيا. وممكن تنادى عليه هو فعلا مش منتبه. ده هو لحد 5 سنين. ده لحد 5 سنين، المرحله اللي ما قبل الاكاديميه. كانوا بيندوا عليك، كنت بترد وانت صغير لما بيندوا عليك؟ لا طبعا، ما شاء الله بيركز جامد. هو اللي كان بينادى عليه. هو اللي كان بينادى عليهم. بالظبط. ما بعد الاكاديميه او ما بعد دخول المدرسه بيكون موضوع الانتباه متعلق بالذهن شويه. العقل بقى بيبتدي يشتغل. بالظبط. نعرف بقى هنا من الدراسه والتعليم. بالظبط. تمام. لان في ربط ما بين الحواس الماديه بتاعه السمع والبصر والتذوق والشم واللمس للطفل، وصولا للوعي والفهم والادراك. حلو. ده ادراك حسي خاص بفئه عمريه معينه، ممكن يطول ويمتد، ممكن في حاله زي اطفال التوحد. اطفال الداون سيندروم. اطفال الداون. تمام. يعني فهمت منك قبل 5 سنين اعرف مشكله التركيز هنا عن طريق حاسه السمع، دي الحاسه الرئيسيه. دي الحاسه الام. بعد ال5 سنين دخل ابني المدرسه، ابدا اتابع بقى مهارات التعليم عنده واعرف من خلالها. ومش حاسه السمع فقط، الانتباه البصري. يعني الانتباه السمعي بالعين. الانتباه البصري. بيركز في شيء مثير قدامه. بيركز. موضوع ان هو يركز برضه في نقطه مهمه برضه، علشان من باب الذكر الشيء بالشيء، ان تركيزه ممكن تقول لي هو بيركز في التليفون، بيركز في الكرتون. كل الأطفال بتركز. لا، أنا بتكلم على تركيز شيء مؤثر غير اللغة الإلكترونية. أو غير شيء إلكتروني. زي إيه يا دكتور إبراهيم؟ زي إيه؟ يعني مثلا أنت بتشاور له على رسمة معينة. يبص لها، اللي هو ما يكملش ثواني ويبص لها مرة تانية، بص لي. مجرد اللي هو بس كلام حال بصر. طب يا دكتور دلوقتي كلمتنا كده، قلت لما يكون عنده مشكله في الانتباه او التركيز هنا بتظهر بعض المؤشرات اللي بتقول ان ممكن ابن ده يكون عنده مشكله او عنده توحد. مرض الاوتيزم او التوحد، ازاي اعرف ان ابني عنده توحد؟ ايه ابرز الاعراض اللي ممكن تظهر؟ لا، في اعراض كتيره بتبان على طفل التوحد. طبعا رقم واحد هو موضوع الانتباه والتركيز، ده الاساسي والارضيه لطفل التوحد. لان مفيش طفل اوتيزم، طفل توحد بيكون مكتمل الانتباه والتركيز. مستحيل. يعني من الاطفال اللي عندهم مشاكل ضعف وانتباه وتركيز الطفل المصاب بالتوحد. بالظبط. وكذلك العزله، بينعزل، ما يلعبش في الاطفال بالسن اللي مثله. ما بيميلش للاختلاط. بيرفرف بايده، بيبقى فيه علامات جسديه، رفرف بايده، يقف على اطراف اصابعه. ما بيخافش الخطر. يعني ممكن تلاقيه بيبص من فرط حركه. طبعا تلاقيه بيبص من اماكن، من الشباك، من البلكونه. الجهد، موضوع فرط هي الحركه، دي العلامات اللي اعرف من خلالها اذا كان ابني مصاب بالتوحد او لا. طبعا ده اللي فهمته من حضرتك. بيبقى في علامات لكده، يعني عشان كل ام بتشوفنا النهارده ازاي تعرفي ان ابنك مصاب بمرض التوحد؟ برضه اعراض التوحد بتختلف من حاله لحاله. بس اول حاجه ضعف الانتباه والتركيز، حضرتك قلت بيمشي على طراطيف صوابعه، عدم مخافات الخطر.
ما بيخافش الشيء الخطر. يعني معنى الكلام ده انه ممكن يروح قدام اي عربيه ويقف كده، ممكن لو سبت ايديه او يرمي نفسه من الشباك مثلا. لا هو اذا جربها مره وتسببت في شيء ضرر ليه ما بيعملهاش تاني، بيخاف. طب خلينا نقول هنا بقى ان طفل فرط، طفل التوحد اللي عنده توحد يكون عنده فرط حركه بشكل كبير جدا، ويكون عنده نشاط ومجهود بيبذله غير معتاد. هل مش بيتعب؟ يعني ممكن المجهود ده اي حد، اي طفل بيعمل مجهود كبير بيتعب. هل طفل التوحد مش بيتعب او نشاطه ده بيقل؟ يعني طول اليوم بيتحرك يا دكتور؟ سؤال جميل جدا يا استاذ عبد الرحمن. اولا طفل التوحد عنده اضطرابات في النمو، اضطرابات في الهرمونات الداخليه بتاعت جسمه، بيعمل حركات اللا اراديه اللي هي فرط الحركه طول اليوم، لان ما بيتعبش ليه؟ الجهد العضلي بتاعه هرمونيا مساعده. غير الطفل اللي احنا مثلا، يعني انت ما ينفعش تجيب نقطه فرط الحركه لطفل التوحد وتقارنيها بطفل شقي بيتحرك كتير. دي طبيعته، دي طبيعته بالظبط. لان بيبقى الطفل مثلا، الطفل الشقي بيبقى مخزون طاقه عنده من الحلويات، من السهر. لكن طفل التوحد فرط الحركه عنده ده نتيجه لاضطرابات هرمونات داخليه بتخلي الحركه عنده تزداد بدون احساسه بالتعب. هو ممكن يقعد طول اليوم يلف حوالين ترابيزه، طول اليوم بيتحرك ما بيقعدش في مكان. تقول لي طب ازاي الجهد العضلي ده الطفل وفي نفس الوقت ما بيتعبش؟ ده نتيجه للخلل الهرموني اللي داخل في جسمه. طب ده بقى بيفضل كتير وهو طفل وبيكبر معاه، ولا بيتوقف؟ عبد الرحمن في موضوع الهرمونات اللي بتاثر على فرط الحركه، هو طبيعيا كل ما بيتقدم في العمر الحركه الفرط بيقل اوتوماتيك لوحدها. لكن بيبقى في معايير بقى. ازاي هو ان نسبه التوحد عنده كام مسببه للاعراض اللي حوالين التوحد ده؟ فرط الحركه وتشتت الانتباه والنسبه والتناسب. يعني معنى كلامك كل ما يزيد مرض التوحد يزيد معايا ضعف الانتباه والتركيز، هو وفرط الحركه. بص يا استاذه يعني ده بيزيد، ده بيزيد معايا. فرط الحركه وتشتت الانتباه وجهان لعمله واحده. بمعنى ايه؟ مستحيل تلاقي الطفل عنده فرط حركه وبيركز ومنتبه. احسنتي، كذلك العكس. تلاقيه بيتحرك كتير. الحل الامثل في ده ايه؟ انت بتعملي توازن ما بين فرط الحركه وما بين تشتت الانتباه. كل ما فرط الحركه بيزيد الانتباه بيقل. جميل. احنا بنشتغل على ايه؟ بنرفع معدل الانتباه والتركيز عند الطفل. بناء عليها ديناميكيا واوتوماتيكيا الحركة بتنظم. ده بيكون لها عوامل كتير بنشتغل بداية معاه، من الإدراك الحسي اللي أنا قلت لحضرتك عليه، الانتباه السمعي، الانتباه البصري بالظبط، مرورا ووصولا إلى الانتباه الذهني. الانتباه الذهني اللي هو المرحلة اللي حضرتك ذكرتها في البداية، إن الطفل بيبقى متأخر دراسيا كل دي عوامل من الإدراك الذهني. طب لطفل التوحد، هو طفل التوحد بيبقى صعب إن أهله يدخلوا المدرسة أصلا. عكس الطفل الدون. طفل الدون يا استاذ عبد الرحمن بيبقى الموضوع كروموسوم، لكن طفل التوحد اضطراب هرموني. خلل في وظيفه معينه. مفيش كونكت ما بين اشارات المخ والحواس عنده. طب هل